الباك كم سنة صح لكل تلميذ يقرأ باك؟ إذا طبقتهم بتضمن لك إنك بتوصل مساج أدمي. أول حاجة تسأل روحك السؤال هذا، تقول علاش لازمني ننجح في الباك؟ الإجابة بتاع السؤال هذا خليك تحفزك إنك الجهد باش تبذله ما ينجم يرجع لك بوزيتيف. صحيح باش تعدي على برشا أوبستاك، كل أوبستاك تتجاوزها راهي باش تقويك أكثر وتخليك تصنع مضاعف قوة. هيك علاش الإجابة بتاع السؤال هذا لازم تخليها دقيق. دونك عندك حاجة محفزتك من داخل باش تخليك تقرأ. تاني نصيحة هي الانضباط، خاطر المفتاح متاع النجاح هو الانضباط. حضورك في الكلاس راهم ما يتعوضش، بل تحضر في الكلاس وتفهم مع البروف راهي هيك خير من تكدس الدروس وتمشي تقراهم بعد في اليوتيوب. كونسونتري بيان في الكلاس، كل بوان ما فهمتهاش ما تخرج من الكلاس الا ما تسال الاستاذ. لازم برشا جهد، لازم تمحري تصبر في كيما اللي يحب يعمل بدن بي، لازم يترينا ما يطلعلكش الريزلتا من اول النهار، الريزلتا يحب لها اقل شيء 4-5 شهور باش تظهر الريزلتا. كيفك انت كتلميذ برشا. نصيحة ثالثة صرح روحك بعد قدام المرايه، قول انا ما نفهمش في المات، هو مشكلي خلى صحاب يفهم المات وانا ما نفهمش. صرح روحك، تقول انا عندي مشكله في كذا وكذا. لهنا في اللحظه هذه راك تصنع روحك، خاطر انت قاعد اكتشفت غلطك وتحب تصلحها. بالنسبه للمواد الثانويه ما تحقرهمش، اكثر حاجه تصنع فرق ما بين التلامذه يتطلع يتهبط هي المواد الثانويه، ما تحقرهمش. النصيحه الرابعه هي القرايه في الدار. القرايه في الدار هي تقييم الروح، سهله ياسر. طبق تكنيك البومودورو. تكنيك البومودورو تقول لك تقرا 25 دقيقه ترتاح الدراسه، تعملها 3 مرات ومن بعد ترتاح 20-30 دقيقه. لهنا باش تحط السيريه تخدم من ماك ستيفن ليزاستيوس، تقول هذا الاكزرسيس صعيب. علاش؟ خاطر لقيت اشكاليه في السؤال هيك، علاش السؤال هيك بالذات صعيب؟ خاطرني ما كنتش فاهم الكور، نرجع للكور، نفهم الكور بالكدا، نحط القواعد على جنب، نرجع للسيري، نقول انا فهمت تو الكوريكسيون كيفاش تخدمت، انا لازمني نخدم تو اكزرسيس ونطبق عليه، حتىش تحس روحك انك سي بون الكور هيك خرجت منه. حق القرايه في الدار راهي تعاونك على الاخر، وكان تحب تقرا في جروب، ما بيتك تختار جروب، اكل الانسان اللي بشي يحفزك انك تقرا، مش كل انسان يمشي لهيك. نصيحه ليك انك تو تلميذ ماجور ايفاكسيني، عمرك 18 سنه، عندك عائله واقفه معك تضحي معك والديك، ديش العام هذا تلعب فيه، في مجهودك واكثر من مجهود، في خاطرك وفي خاطر العباد اللي تحب تفرح. استغل وقتك، قرا مليح، كس، خلي حتى واحد يلهيك، ذا عامك، عامك يتولي فيه فلان واللي يعيطولك سي فلان. طبعا في الفيديو صاحبك تتمنى له نجاح في البكالوريا.